الدول الذين حضروا جلسة مجلس الأمن وصلت جرائمها بحق الإعلام الوطني السوري، فقد أصيب اثنان من العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني بحمص بجروح من جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على المركز الكائن بحي كرم الشامي. وذكر مصدر مسؤول أن قذيفة هاون سقطت على مبنى المركز، ما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في المبنى. وكانت عصابات جبهة النصرة الإرهابية استهدفت أكثر من مرة المراكز الإعلامية في حمص، تدمر درعا حماة ومباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقناتي الإخبارية السورية والفضائية. أنا موظف الإذاعة والتلفزيون، مركز الإذاعة والتلفزيوني القناة السورية، وكنت قاعد أنا والسائق وفجأة شيء انفجر وما لقي حالنا غير بالمشفى. شو بتقول هالإرهابي اللي عم يرموا هالصواريخ للأحياء الأمنية؟ أكيد ما رح يقطعونا عن العمل، وقد ما يكون عندهم صواريخ ويرجمونا فيها رح نضل متابعين ولحتى نقطة آخر نقطة دم بجسمنا.